إسلام ينقذ لنا. شاهدوا المزيد من التفاصيل. تداول الجمهور مؤخرا لقطة لإسلام ولانا، كانوا عم يلعبوا مع بعض بولينج، وظهر إسلام أفرو وهو عم يمزح مع لانا إنه هو دايما بيربحها، وحكى لها إنه هي لما تيجي تلعب معه تروح تتدرب الأول. أترككم مع اللقطة ورأيكم بخصوص هذا الخبر. كسبت، بروح أجيب الورقة من هناك. المرة الجاية لما تيجي تلعبي معايا لازم تتدربي شوية. هو مش شايف إيدك والله، مش شايف إيدك، خلاص ما ولا تسألني. يا حبيبي شوف المندي، شوف احلى من ياكل. والله الله يسلمك. اتفضلي حبيبه قلبي، انت انا عارفك هتصرخ.